درت جوج عمليات على العمود الفقري وما وليتش بخير. انا الحكم ديال الخدمه ديالي كوافوره، تنبقى واقفه بزاف، كنت كنخدم نقافه مع الثقل وداكشي. ملي دارنا ظهري درت العمليه مابقيتش نخدم فيه. ملي وليت كنخدم دابا غير داكشي ديال الماكياج مابقيتش قاده كنخدم عروسه. نهار الاخر كنصبح ناعسه ما كنقدرش نتحرك، كيولوا كينوضوني الحمام كيشدوا الطاكسي باش كيديوني ليه، كنخرج للزنقه كنتكوانس مابقاش كنقدر نمشي، مابقاش قاده نخدم وما كاينش اللي صرف عليا. الوالدين على قد الحال، الاخوت راه كل واحد على قد حاله، يعني الخدمه على قدهم. انا خدامه على راسي، متعوده خدامه على راسي مني كنت صغيره من 95 وانا كنخدم. دابا مابقيتش قادت نخدم، بغيت ندير غير عمليه. انا ما طالبه حتى شي حاجه، يعني بغيت من المحسنين يتعاونوا معايا وندير هذه العمليه. طلب لي الطبيب 2.5 مليون و74 الف ريال غير ديال الماتيريال من غير الكلينيك، وانا الحاله ضعيفه ما عنديش. كنطلب من المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو تعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير. راه الحاله كما كتشوفوا، متعوده نخدم على راسي، خدمت في وزينه ديال الحوت ما خليت فين خدمت. المهم دابا مابقيتش قاده الحمد لله، الله يعمر ربي يدير شي تاويل ديال الخير. العمليه الاولى فاش درتها خرجت بخير، ولكن هي العمليه ديال العمود الفقري كتطلب واحد 6 شهور ديال الراحه حتى العام. انا من الحكم كاين اللي خدم عليا في الشهر تقريبا، وليت كنوقف. لا جاتني بحال شي وحده كنصايب ليها، صافي بدات فيا الالام، بدا فيا صداع، رجلي ما كنعس بها لا ليل لا نهار. من رجعت عاوتاني قالوا لي غديري لي ريم، درته قال لي عندك عمليه اخرى عاوتاني تكون لك فضق. درت العمليه، مني خرجت جلست شي 3 شهور تقريبا. المهم مني كتجات واحد العروسه مع الطلوع والهبوط في الدروج، من كنطلع الماكي ليها وداكشي وكنهبط، صافي الدروج ما بقيتش كنقدر. دابا وليت ساكنه غير في حانوت اللي كنت كنخدم فيه هو اللي وليت جالسه فيه، بحكم ان ما بقاش كنقدر. دارنا بعض المرات على الفوق كنشوفهاش على شهر شهرين، اللي كنت بعض المرات الا قدرت كنطلع مره طلعه خفيفه وكنهبط. يعني حتى الزنقه ما بقيتش كنقد نخرج لما، بقيت كنقد نوقف ما كنصب، ما كاينش اللي طيب ليا. كنعيط على مرة خويا دابا تعمر ليا اتاي باش نفطر، لا طيبوا شي حاجه من الفوق يهبطوها ليا. متعوده خاصني نشقى في محالي، خاصني بزاف ديال الحوايج ما بقيتش نقدر نديرهم. شحال من حاجه تحرمت منها ما بقيتش قدرت نديرها. الطبيب مني مشيت عنده، دابا مشيت لكازا في شهر جوج دار لي غير واحد السيد، واحد محسن هو اللي دار لي ليرين في كازا، داروا لي مسكين فابور مني تزير عليا ظهري. مشيت لمراكش ديت رونديفو مع كورونا، مابقاوش عيطوا ليا، عيط لي داك السيد داروا لي في كازا مسكين الله يجازيه بخير. صافي من وراه قال جيت عند الطبيب قال لي عندك عمليه ثالثه. صافي بقيت جالسه، قال لي مع كورونا غتمشي تنعسي في الدار. بقيت جالسه في الدار، عييت من النعاس، عييت من الجلسه، عييت. ما بقيتش نجلس الماكله، ما بقيتش نقدر نجلس حتى ناكل. كناكل متكيه في بلاصتي فين جالسه، هي بلاصتي دائما، هذه هي بلاصتي. صافي مني مشيت عند الطبيب عاود الكازا قال لي يا بنت الناس عمليه ضروري. يا فاش خرج لي هاد الورقه هادي عطاها لي، قال لي غتسولي على هاد الماتيريال، لقيتو داير 28700 درهم اللي داير. مني صيفطوا لي الدوفي ديالو صيفطوا لي ب 3 مليون من غير الكلينيك. واه كيف عرفت الحاله؟ راه ليله يلا سيدنا محمد رسول الله، باش كنديباني في مصروفي اليومي دايره جافيل ثاني كروال خبز، نروج من هنا شويه ومن هنا شويه باش ما قدرش نمد يدي في الزنقه ولا نقول شي حد راه ما عنديش. خوتي راه كل واحد يعني خدمتهم على قدهم، ما طالبه حتى شي حاجه، بغيت نوقف غير على رجليا نخدم مع خدمتي، بغيت نرجع غير خدمتي. خدمتي زوينه واخده دبلومات، ماشي غير دبلوم، 6 دبلومات تقريبا اللي عندي. كيعيطوا لي دابا صالونات، كيعيطوا لي سونترات باش نخدم، ولكن ما قدرتش. بغيت انايا غير نوقف على رجليا، عاونوني غير باش ندير العمليه نوقف على رجليا. الله يجازيكم بخير. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.